السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف كتشوفوا الآن كتواجدوا قرب مقبرة سيدي عبد النور اللي هي كتواجد في حي القعدة. هاد المقبرة هذه اللي ولات مزبالة كما كتشوفوا، ولات عبارة عن المكان معروف في أكثر مدينة الناس. الكل كيتحمل المسؤولية لا من المجلس البلدي ولا السلطات المحلية. كما كتشوفوا الآن حملة تاع الشباب ساكنة حي القعدة انهم قاموا بواحد التطور وتحملوا مسؤوليه تاع هذه المقبره اكراما لهذا الموتى اللي كانوا في واحد الوقت غير بعيد انهم كانوا احياء بحالنا، ولكن كنشوفوا بان هذا المسؤولين هادو واحد التهميش ممنهج لهذه المقبره هذه. وكما كنطالبوا بان يكون عندها احساس كما المقابر الاخرى، واش غادي يكونوا هذا الموتى اقل مكانه واقل مكانا من هذوك نتاع النصارى، ولا كما كتشوفوا المقابر ديالهم كتشعل بحال داخل عندك جردة ولا فيلا ولا ماسمو. كما كتشوفوا بان هاد المقبرة هادي الان كما قاموا هاد الشباب واحد الحملة تطوعية استثنى بالسلطات المحلية في البلدي، فكما كنشوفوا سردوا لنا كاميون بلا وحده ما تردوها تاع عباد الله، كاميون خلف يجمعوا الاشبال خارج المقبره ثم ديروهم هنايا. عامل واحد ما تردوش، بلا وحده ما تردوهاش، كاين شنو غادي يدير لهاد السفينه هادي؟ كما هاد الشباب هذا اللي كنشوفو اجي يدخلوا المقبره داخل، لان يفوق 100 شاب قاموا الحمله تقريبا على واحد الروح تاع الشباب إكراما لهذا المجتمع. كما هاد الشباب كما كنوصل الرسالة ديالهم أنهم كيتاخذوا حتى أنهم ما عندوش ملعب في هذا الحي هذا اللي هي فوق الساكنة ديالهم 200,000، يعني كيوجهوا هاد الشباب أنهم الانحراف والمخدرات. كما كتشوفوا هما الشباب تاع الساكنة أنهم كيقوموا الآن كيتطوعوا. حنا كان المطالب ديالنا هي ماشي مطالب إعزازية ولا، أنهم يكرموا هاد الموتى هادو، يكرموا هاد المقبرة بواحد الإحساس، باش ميبقاش واحد المكان اللي رامي النفايات والأسباب. كما كنقول لهاد المسؤول بأنك الآن حي غدا غادي تكون ميت، حتى أنت وسط هاد القبر وغادي يرميو عليك الأسباب، فهمت؟ يعني حنا كنحملوا المسؤولية لا للعامل نتاع المدينة ولا الباشا ولا القايد نتاع هاد المنطقة هادي ولا المجلس البلدي ولا السلطات المحلية، أي واحد كيتحمل المسؤولية ديالو بأنك نقولوا هاد الشباب هذا الآن تحمل المسؤولية، ولكن في المستقبل هاد الشباب هذا غادي نقودوه إلى 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 المكاتب ديالكم اللي فيها تجهيزات مكيفة مبردين مع راسكم كاتبين مع راسكم خليين هاد الساكنة هادي وسط الأسباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.